السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل الخير. هواء جديد وصحتك أمانة، فأهلا بكم. لكل من تبحث عن حمل جديد أو تنتظر خبر سعيد، تابعونا هنا في صحتك أمانة، فلدينا كل الجديد في عالم النساء والتوليد بصحبة دكتور أحمد مجدي، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا يا فندم، الحمد لله. مشاهدينا الكرام، احب افكر حضراتكم، احب اتواصل معانا على الهواء مباشره، برحب بكل التساؤلات والاستفسارات، ارقامنا امام حضراتكم على الشاشه. كمان احب اتواصل معانا على الانترنت، صفحتنا على الفيسبوك صحتك امانه مع دكتور احمد مجدي، دي بالعربي، وبالانجليش احمد مجدي كلينيك. اللي احب اتواصل شخصيا مع دكتور احمد، كمان احب اتواصل شخصيا مع دكتور احمد على التليفون، ارقام دكتور احمد بتظهر تباعا اثناء الحلقه. النهارده دكتور احمد بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يمكن ظهر الفتره الاخيره، وهو الفرق بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي لاطفال الانابيب، واللي لقى رواج يمكن في السوق المصري في الفتره الاخيره. بعض الناس اللي قد فقدوا خلاص القدره على الانجاب في الفتره الاخيره، دلوقتي بقى العلم سخر لهم القدره على الانجاب مره اخرى. لو حبيت ابدا مع حضرتك واعرف ايه الفرق بين الثلاثه، الحقن المجهري، اطفال انابيب، والتلقيح الصناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك بدايه الموضوع هو كان اطفال انابيب اصلا. وكلمه اطفال انابيب هي يعني ان انت عايز تجيب اطفال للسيدات اللي عندها مشكله في الانابيب، يعني ده اللي هو الترجمه. يعني مثلا انابيب اللي هي قناه فالوب، وزي ما احنا عارفين ان احنا في عندنا اسباب كتير جدا لتاخر الانجاب، في اسباب ممكن تبقى في الزوج واسباب في الزوجه، ودي ممكن نخش فيها بعد كده. فكلمه اطفال انابيب ان انت بتيجي حضرتك بتاخد السائل المنوي بتاع الزوج، وبتيجي حضرتك تسحب بتدي منشط للتبويض للزوجه، وبعدين بتعمل عمليه يعني سحب البويضات، وتسيب الحيوانات المنويه دي ما تلقحهاش، تسيبها مع البويضات، هي تلقح البويضات، وبعدين حضرتك انت بتنقل الاجنه جوه الرحم. او حضرتك بعض الناس حتى كان في السابق خالص يعني كانوا بينقلوها على داخل الغشاء البريتوني بتاع البطن، كلها كانت اتجاهات لسه في البدايه خالص يعني. دلوقتي حضرتك احنا طبعا الدنيا اتطورت خالص، والحمد لله نسب النجاح زادت يعني من 30% وصلت حاجه و50%، دي نسبه كويسه جدا جدا جدا، ان انت بتوصل ان انت تعمل حاجه اسمها الحقن المجهري. الحقن المجهري اللي هو ايه؟ ان انت حضرتك بتدي برضه تنشيط تبويض ومتابعات تبويض، ده ببساطه طبعا يعني. وبعدين بتيجي حضرتك بتسحب البويضات، بعد ما تسحب البويضات بتاخد السائل المنوي بتاع الزوج، تختار منه الحيوانات المنويه اللي هي ذات كفاءه عاليه جدا، وتلقح بيها البويضات، بعدين تسيبها في نقدر نقول مثلا حضانات بدرجه حراره معينه لايام محدده، وبعدين لما تنقسم هذه الخلايا تبقى جنه، بتاخد هذه الخلايا وتنقلها الى الرحم بتاع الام او الزوجه، وبعدين ربنا يكرم ويحصل ان شاء الله استجابه كويسه ويحصل في حمل. ده بالنسبه للحقن المجهري. بالنسبه للتلقيح الصناعي فهو ده شيء نقدر نقول عليه مبدئي او بدائي شويه، ان انت برضه بتدي تنشيط تبويض بس بدرجه اقل، وتعمل متابعات تبويض، وفي اليوم اللي هو بتعمل فيه متابعه تبويض وتلاقي فيه ان البويضه جاهزه للتخصيب، بتقوم حضرتك تقول له والله ده اليوم اللي احنا هنسحب فيه الحيوان المنوي، ناخد الحيوان المنوي كانه راح يعمل تحليل عادي جدا، وبعدين بنقوم واخدين الحيوانات المنويه حاطينها في ماده، او السائل المنوي حاطينه في ماده هي ماده محفزه ومنشطه للحيوانات المنويه، وبنحقنها احنا جوه الرحم للسيدة او الزوجة، وبعدين حضرتك احنا بنقول لهم ده طبعا بيكملوا علاقة زوجية عادية جدا، وده بيحسن نسبة حدوث الحمل، بيزودها نسبة 20%، ولذلك هي نسبة النجاح بتاعته هي ايه؟ ضعيفة شوية، واخد بال حضرتك؟ ولذلك انت اصبح النهاردة عملية التلقيح الصناعي اصبحت يعني مش نادرة، ولكنها ما بتتعملش بنفس الكمية او الاعداد اللي كانت تعمل ايه؟ زمان. لان كانت زمان اللي انت كان نسبة النجاح دي 20%، ونسبة نجاح الحقن المجهري كانت 30% لا تتعدى يعني. وكان طبعا سعر الحقن المجهري عالي جدا بالمقارنة بالتلقيح الصناعي. كان الناس كلها بترجع للتلقيح الصناعي. فانت بتقول يعني طب وليه وبتطمن يعمل التلقيح الصناعي؟ النهارده انت عايك لما تقول والله انا نسبة نجاح هنا 20% ونسبة نجاح هنا قربت من 60%، يبقى انهي احسن؟ طبعا الحقن المجهري، ويبقى حضرتك نتائجه احسن بكتير جدا، وبيبقى فيه طبعا يعني وفي حاجات تانية بتتعمل فيه اكتر بكتير قوي يعني، امكانيات ضخمه جدا دلوقتي مختلفه خالص عن زمان يعني الحمد لله. طب ناخد اتصال من سماح. سماح اهلا بيكي. سماح لو كنا اتاخرنا عليكي متاسفين، حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب دكتور، يمكن حضرتك اشرت لنسب النجاح لكل حاله من الحالات، سواء تلقيح صناعي اطفال انابيب وحقن مجهري، ويمكن الحقن المجهري هو بقى ايه الرائد في تحديد جنس الجنين كمان، هو ده موضوع حلقتنا النهارده. تحديد جنس الجنين يا دكتور، بعض الناس بيبقى عندها اربع اولاد ربنا يخلي، واربع بنات ربنا يخلي، ونفسه يجيب جنس اخر، يعني لو عنده اربع اولاد عاوز يجيب بنت، عنده اربع بنات عاوز يجيب ولد، وده كمان بيسبب في مجتمعاتنا العربيه او الشرقيه بعض المشاكل الاسريه اللي ممكن تنفصل، وبعدين قله ثقافه الرجل يقول لك انت كل مره هتجيبي لي بنت، كل مره هتجيبي لي، لو اللي في بطنك ده طلع بنت هتبقي طالق.
فهل حضرتك بتعتبر ان الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين جه ساعد في حل الاول الازمه اللي هي بتاعت المشاكل الاسريه، ثانيا حل ازمه انه يكون معايا بيبي بعرف احدد جنسه؟ هو حضرتك علميا هو احنا يعني المفروض ان التقنيات الحديثه المستخدمه لتحديد الجنس هي التقنيات استخدمت لاشياء اخرى. بمعنى ايه؟ يعني احنا هيك في التقنيات بتاعت الحقن المجهري اما بنستخدم التقنيات الحديثه جدا المطوره لتحديد جنس الجنين، ده ما كانش الهدف منها كده خالص. يعني كان الهدف منها ان انت حضرتك بتحاول ان انت تمنع توارث بعض الامراض اللي ممكن يعني تيجي بالصوره الوراثيه. واخد بالك؟ نتوقف ونكمل بعد داليا. داليا الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا داليا. الله يخليك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ دكتور احمد معاك، بس استاذنك بس وطي صوت التلفزيون شويه. بص يا بنت اسمعني. ماشي. اتفضلي. علي السلم. الو يا دكتور. ايوه يا فندم مأمور، انا معاك اهو. الله يخليك، ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. انا مدام دانيا يا دكتور اللي متابعه مع حضرتك. اهلا وسهلا. طب دلوقتي يا دكتور انا عايز ابشر حضرتك بحاجه كويسه. اموري انا معاك اهو. طب انا عملت اختبار النهارده يا دكتور وطلعت حامل. طب الحمد لله، مبروك يا مدام دالي. الحمد لله. الله يبارك فيك يا دكتور. الله يخليك. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. طب دلوقتي يا دكتور كنت عايز اقول لك على حاجه، وانا امشي برضه على العلاج اللي حضرتك كاتب لي عليه ولا في حاجه اوقفها؟ لا لا، خليكي ماشيه زي ما انت، ونتصل ان شاء الله بعد الحلقه عشان نظبط لك كل حاجه. عينينا لحضرتك. حاضر. شكرا لك. الله يعينك يا دكتور، ما تخانقش منك وربنا يخليك لينا يا رب. طب شكرا. ربنا يخليك يا استاذ داليا، وانت فرحتنا كمان. ما فرحتيش بس دكتور احمد لوحده، فرحت كل الناس اللي بتتفرج علينا. مبروك على الحمل، وربنا يكملك ان شاء الله حملك على خير. متابع حضرتك يا دكتور مدام داليا. الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. تمام، ربنا يا رب يجعل صباحنا كده صباح خير على كل الناس. ما شاء الله. طب دكتور، كنا بنرجع وبنكمل كلامنا عن موضوع تحديد جنس الجنين، وحضرتك اشرت يمكن ان احنا بناخده كمجتمعات، احنا ما يهمناش موضوع الوراثه وانك ان انتوا بتعملوا ده عشان تتجنبوا بعض الامراض والكلام ده، احنا بناخد الجانب اللي يخصنا منه، وان انا عايز اجيب ولد عشان افرح بيه. هو حضرتك زي ما قلت لك، هو احنا الجانب ده هو نقدر نقول عليه ايه، يعني هو طبعا يعني جانب اجتماعي، يعني يعني ما هوش علمي قوي. لكن هو لحل زي ما حضرتك تفضلت وقلت بعض المشاكل الاجتماعيه بالذات نتيجه العادات الشرقيه، واخد بال حضرتك؟ ودي مش موجوده بس على فكره في مصر، يعني موجوده في الدول العربيه كتير، وموجوده في العالم كله يعني. يعني بعض حتى الدول اللي في العالم يعني كتير جدا، يعني في امريكا عندهم حاجه اسمها بيبي بومرز. بيبي بومرز دول ناس بتجيب بالثمان اولاد تسع اولاد زي عندنا هنا، واخد بالك؟ زمان يعني، طبعا دلوقتي بقى صعب ان في حد يجيب 8 و9 يعني. نتيجه الظروف يعني، لكن عندهم هنا كده بالذات مثلا في مناطق زي تكساس وكده عندهم الحاجات دي، وهم الحاج بيجيبوا من التسعه والعشره ليه؟ علشان يبقى في ولاد وفي بنات، واخد بال حضرتك؟ فدي يعني، وانا اعتقد سبحان الله، ويمكن دي حاجه انا مؤمن بيها جدا، ان ما فيش اي يعني صعب قوي ان انت يعني اعتقد، يمكن انا غلطان بس انا ده يعني اعتقادي يعني، ان يعني تصوري ان ما فيش اي راجل في الدنيا ما نفسوش يكون عنده ولد. ولد تحديدا. تحديدا يعني صعب. انا اعتقد يا دكتور من الجاهليه، من ايام الجاهليه ما كانوا بيولدوا البنات وبيخلوا يعني الولاد. استغفر الله، بس بقول يعني سبحان الله اعتقد ذلك. واي حد يعني هو يعني سبحان الله، هو ربنا مديله ولاد هتلاقيه نفسه ايه يجيب بنت. اي حد ربنا مديله بنات ربنا نفسه ايه يجيب ولد، واخد بال حضرتك؟ وحتى لو يعني قال خلاص الحمد لله، من جواه برضه هتلاقيه عايز نفسه. يعني في الحته ان هو ايه، نفسه يجيب الولد، نفسه يجيب البنت، واخد بالك؟ فاذا كنت انت تقدر تلبي له هذه الرغبه بصوره علميه وبصوره مضمونه، ليه لا؟ وطالما ان انت حاجه يعني سليمه 100% وعلميا سليمه وشرعيا سليمه، كل حاجه ماشيه مظبوط، خلاص يعني ما فيهاش اي حاجه يعني. تمام. طب دكتور، نسب التوافد على الحقن المجهري او تحديد جنس الجنين، هل في الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده او مطلوبه، والفتره الحاليه بقت تحديد جنس الجنين حاجه مطلوبه؟ ده كلام سليم 100%. ما كانت حضرتك انت كان زمان التقنيه دي ما كانتش موجوده قوي، وما كانتش ما كانتش الناس متمكنه منها بصوره زي دلوقتي، وما كانتش النتائج بتاعتها مضمونه قوي زي دلوقتي. النهارده انت بتتكلم في النتائج 100%، يعني انت بتقول للناس انا هضمن لك سبحان الله باذن الله ان انت هتجيبي ولد، هضمن لك ان انت هتجيبي بنت. ليه؟ لان انت هيك الطريقه اللي انت بتستخدم بيها في الحقن المجهري، بتدي تنشيطه والى اخره، لكن انت بتيجي حضرتك بتيجي بتختار الخلايا
الحامله ليه مثلا ايه الواي كروموزوم دي عشان تجيب الولد. او هنعرف ازاي يا دكتور التقنيه ازاي بتحصل علميا من حضرتك؟ ممكن ناخد اسماء. معلش اسماء حضرتك كلمني مره ثانيه. اتفضل يا دكتور. فاخد بال حضرتك انت حضرتك بتيجي تعمل كده وانت ضامن 100% انك هتجيب ولد. فالنهارده انت حضرتك الناس دي تقنيه نسبيا مكلفه سنه، مكلفة مش نتيجة يعني ان هي مثلا بتعمل حاجة مثلا فبتحاسب انت، لا لا مكلفة لانها فعلا تقنية مكلفة واخد بالك، والاجهزة المستخدمة فيها غالية جدا، لكن انت ضامن ان انت تجيب ولد واخد بالك، او ضامن ان انت تجيب بنت خلاص ما فيهاش اي مشكلة خالص. ودي تقنية حديثة جدا ومتواجدة والمراكز بتشتغل فيها عادي جدا، لكن طبعا بعض المراكز بيكون عندها خبرة زيادة شوية نتيجة مثلا شغله كتير واخد بال حضرتك، فبيقدر ان هو شغلته تبقى حلوة يعني ان شاء الله بيبقى ده رزق من عند ربنا الحمد لله. تمام. طب دكتور ايه حضرتك لو رجعنا قبل ما نتكلم بقى عن الوسائل التكنولوجية الحديثة العلمية، حضرتك كنت يمكن في حلقة سابقة ذكرت لي في بعض الوصفات، بعض الأكلات، بعض الطرق اللي هي اليدوية اللي ممكن الزوج والزوجة في بداية الحمل يعملوه يعني بداية الزواج يعملوها بشكل طبيعي ممكن تؤثر على وجود ولد او بنت، ده صحيح؟ هو حضرتك بص احنا لما بنتكلم من الناحيه البسيطه خالص عشان نبسط للناس، نسبه حدوث ذكر او انثى قد ايه؟ 50% 50% دي الطبيعه. يعني ده الطبيعي. يا ولد يا بنت. يا ولد يا بنت انت يا نص اولاد ما عندناش حاجه ثالثه الحمد لله يعني انت فالنسبه الطبيعيه كام؟ 50% 50-50. انت بتحاول تزود ال 50 دي شويه، واخد بال حضرتك ازاي بقى؟ انك انت النهارده حك لما تيجي مثلا تقول لهم والله انت مثلا عايز ولد هعمل لك في بنسميه حاجه اسمها كونفنشنال ميثود يعني طرق تقليديه. زي ما حضرتك تفضلت قلت ايه الطرق التقليديه دي؟ ان انا مثلا اجي اقول لها والله في حاجه اسمها تشاينيز لونر كالندر اللي هي حاجه اسمها مثلا حاجه اللي هي الجدول الصيني مثلا ده بيزود نسبه النجاح مثلا فوق ال 50% مثلا 10-12%. وهو الطرق دي ما اقدرش اقولها طرق علميه لان هي مش يعني غير مثبته علميا يعني ما فيش مثلا بيبرز او مثلا نقدر نقول عليها ابحاث علميه اتنشرت في مجلات علميه يعني مثلا معروفه موثوق او تقول والله الكلام ده مظبوط 100% ما فيش. لكن هي تجارب ناس واخد بال حضرتك. الناس دي قالت والله ان السيدات لها اعمار معينه وفي شهور معينه في السنه وكل عمر قدامه الشهر، والشهر ده ممكن ساعتها ممكن مره يجيب ولد او في بعض الشهور تجيب ايه؟ اناث واخد بال حضرتك. دي طريقه. الطريقه الثانيه مثلا نقول لحضرتك والله لا احنا هنعمل مثلا طريقه ثانيه اللي بتعتمد على فتره التبويض. ازاي؟ ان انت والله حضرتك هو ده بيعتمد على فكره بسيطه جدا ان الحيوان المنوي اللي هو بيجيب ولد اللي هو حامل واي كروموزوم ده حيوان سريع جدا لكن هو عمره يعني عمره الافتراضي قليل يعني الحياه بتاعته بتقعد فتره بسيطه جدا. الحيوان اللي شايل واي كروموزوم هو اتقل حركته اتقل لكن هو بيعيش فتره ايه؟ عمريه اطول. فيقول لحضرتك يقعد فتره اطول يعني. فيقول لحضرتك ايه والله انت مثلا لو عايز تجيب بنت يحصل علاقه زوجيه قبل مثلا التبويض مثلا بثلاث اربع ايام. ليه؟ لان الحيوان المنوي اللي شايل الاكس كروموزوم ده هيعيش الثلاث اربع ممكن او يعيش يومين مثلا، فاهم ازاي؟ لكن لو انت عايز تجيب ولد يبقى يحصل العلاقه الزوجيه يوم ايه؟ التبويض نفسه. لان الحيوان المنوي بتاعك ده اللي شايل واي كروموزوم ده شورت ليفد مش هيعيش كتير. فيا دوبك ده يلقح الولد وخلاص. وليه يوم التبويض بالذات؟ لان هو اسرع. فهيجري هو اسرع يلقح ايه البويضه. لكن دي كلها انت ضامن؟ لا مش ضامن طبعا. لكن انا بقول لك ايه والله الممكن ان احنا نستعمل الطريقه دي، دي هتزود لك شويه ان انت ممكن يعني عايز تجيب ولد بطريقتها. ومع ذلك ان في ناس ابحاث تانيه قالت لا الكلام ده مش مظبوط، احنا ممكن نعتمد على حاجه اسمها البي اتش يعني المعامل الحمضي او القوي بتاع الجهاز التناسلي. ففي الفتره ما قبل التبويض مثلا لو انت مثلا قبل التبويض قوي تجيب برضو ايه بنت، بس قربت شويه ممكن تجيب يعني الناس برضو نفسها بت ايه بتضادي بعضيها يعني فاهم ازاي؟ ولكن دي كلها طرق ايه كونفنت طرق تقليديه. بعض الناس تقول لك لا والله انت لو اكلت اكل مثلا فيه صوديوم بوتاسيوم عالي غير لما تاكل اكل فيه كالسيوم ومغنيسيوم عالي ده يجيب ولد مثلا وده يجيب بنت واخد بالك؟ كل دي اوكي. فانت لما تقول لسيدنا والله والله انت ممكن تجربي الطرق دي كلها مع بعضيها واخد يعني انت ممكن تعتمد على النوع الغذاء، تعتمد على حضرتك ايه الجدول الصيني، وتعتمد على فترات التبويض. في بقى حاجه يعني جديده واخد بال حضرتك عباره عن كيتس كده عباره عن شركه يعني منتجه بتنتج حضرتك عباره عن ايه كيتس عباره عن نقدر نقول مثلا عارف حضرتك الشرايح اللي هي بتاعت انت عايز تشوف البول مثلا دي بتعمل دي الديبستيكس دي نفس الفكره. العلب دي فيها ايه؟ فيها الشرايح دي فيها بعض الاعشاب واخد بال حضرتك، وفيها في نفس الوقت حضرتك بعض الحاجات المكملات الغذائيه فيتامينز وحاجات زي كده. دي بتعطى للزوجه، الزوجه دي حضرتك بتاخدها وبتقيس درجه حراره جسمها. المفروض انت عارف ان درجه الحراره بتعلى نص درجه عند فتره التبويض. فهي بتتابع درجه الحراره
وبتستعمل الشرايط دي علشان حضرتك تعرف يوم التبويض امتى. وفي كمان مديها كمان هو في العلبه دي بعض الاغذيه، بعض مثلا نقول على المكملات الغذائيه والاعشاب اللي بتحسن. والله عايزه ولد استعملي دول، عايزه بنت استعملي دول. فكل ده كلها كونفنشنال، طرق تقليديه عادي، لكن هي عوامل مساعده. لكن هل انا ضمنت لك 100% ان انت هتجيب ولد وبنت؟ لا، انا بقول لك والله انا بساعدك، بزود لك نسبه حدوث الذكر مثلا بكذا او نسبه بس، لكن ما اقدرش ان انا ايه اتدخل اكتر من كده. تمام. الطريقه الوحيده المضمونه 100% هي الطريقه الساينتفك اللي بتستخدم حكايه التقنيات الحديثه اللي هي حضرتك ايه الحقن البجهري، وطريقه ثانيه اللي بنستعمل في حاجه اسمها بي جي دي اللي هي بري امبلانتيشن جينيتك دياجنوز، بتستخدم فيها تقنيه اعلى شويه. دي الطريقه العلميه البحته يعني. دكتور ناخد برضو بعض الناس اللي جت لنا عشان ما ننساش الناس على الفيسبوك. قبل فتره كانت ماما بتعاني من الم بجسمها، ولما راحت للعياده وعملت تحاليل للدكتوره قالت لها انها عندها التهابات بالبول وافرازات عندها وعندها الياف بالرحم. وهي ماما الدوره لما بتجيها بتقعد 3 ايام وبالكثير يكون 4 ايام، وهي بقى لها 23 سنه على اخر حمل ليها، وهي عايزه تعرف ازاي تتخلص من الالياف وهل ليها مضار على صحتها ولا لا. وهيك الاورام اللي فيها او الالياف او التلافات اللي موجوده في الرحم دي حضرتك طالما ان السيده ما بتشتكيش منها، يعني في ما زي ما قلنا في حلقه سابقه انها ممكن تكتشفها، ومعظم الناس على فكره انت بتكتشفها بالصدفه، ولكن ده بيعتمد على عمر الزوج او عمر الام. يعني اذا كان عمرها مقارب مثلا لسن ال50 والتليفات دي حكمه ما بتضرهاش في حاجه، مفيش نزيف مفيش حاجه، هي بتسيبها وهي بتضمر بعد كده لوحدها، واخد بال حضرتك. بالنسبه للافرازات والتهابات مجرى البول لا، دي لازم تكشف وتتعالج، ودي قصه ثانيه خالص يعني. تمام. في سؤال ثاني يا دكتور من سناء بتقول يا دكتور هل الحاله النفسيه للمراه تؤثر على جنينها؟ ده سؤال بتقول وفي حاله حدوث نزيف للمراه الحامل هل يعني انها اجهدت واذا تبين انها لم تجهد هل هناك خطوره على الجنين من هذا النزيف؟ الحاله النفسيه حضرتك هو ده بيعتمد هل هي بتاخد ادويه لعلاجها، يعني في حاله نفسيه مرضيه بتاخد لها دواء ولا لا. لو هي في حاله نفسيه مرضيه بتاخد لها دواء ده قصه ثانيه، وده بنشوف الدواء ده لازم نشوف نوعه ايه، وهل هو مثلا الكلاس بتاعه الدرجه بتاعته الف ب ج او د او اكس او تابر، علشان نشوف هل هو ضار على الحمل ولا. اذا كانت هي حاله نفسيه يعني مثلا عندها اكتئاب متضايقه ولا اي حاجه، ده ما بيأثرش على البيبي. لكن هي بيأثر ازاي؟ ان هي ممكن احيانا نتيجه الحاله النفسيه ده بيحصل لها، بعض الناس لما يحصل لهم كده بيحصل لهم انقباضات لا اراديه في عضله الرحم، والانقباضات دي ممكن هي تدخلها في ولاده مبكره، وممكن نعمل لها هي تكون السبب اللي بيحصل لها النزيفه والى اخره. النزيف اللي بيحصل مع الحمل، اي نزيف بيحصل مع الحمل بنسميه اجهاد منذر، بس طبعا ده بيعتمد على العمر بتاع الحمل، يعني لو في اول 3 شهور ولا في ثاني 3 شهور ولا في ثالث 3 شهور، طبعا ده له اسباب وده اسباب وده اسباب. لكن اي نزيف او اي دم بينزل في الحمل بنسميه اجهاد منذر او انذار لاجهاد، ولابد من علاجه، لابد من علاجه 100%. تمام. دكتور معانا سؤال ثاني، طبعا احنا معانا فيديو استاذ المخرج حضره لنا هنجاوب على السؤال ده. دكتور في سؤال بيقول بعض الحوامل بيقللوا من الاكل في فتره الشهور الاولى من الحمل لاعتقادهم انه كلما كان حجم الطفل صغير كانت الولاده اسهل، فهل المعلومه صحيحه؟ دي معلومه غير صحيحه بالمره، مفيش حاجه كده خالص. هي الام حضرتك او الزوجه لازم ان هي حضرتك تاكل، وليها طبعا يعني احنا في متابعه الحمل ده الحامل ليها نظام معين في الغذاء، ولازم تاكل كميات صغيره ولازم تاكل كميات كتيره، بس يعني صغيره بس كتيره، يعني فترات مثلا كل 3-4 ساعات تاكل حاجه صغيره بنسميها فريكونت سمول ميلز، ولازم تاخد سوائل ازيد، ولازم تاخد نسبه حديد اكتر، لازم تاخد نسبه كالسيوم اكتر. واحنا نقول ان كل ام في الدنيا او كل زوجه هي عباره عن ايه حضرتك، احنا في مثل بسيط كده بنضربه عندنا في الشغل يقول لك انت عندك مثلا تورتايه او كيكايه، اي طفل بيتولد انت قطعت حته من الكيكه وطلعتها، هل بترجع تاني؟ لا مستحيل، خلاص ده انتهى. فهي بتفقد مع كل ولاده كالسيوم وحديد، ولازم تعوض الكلام ده كله، ولازم تاكل كويس جدا. بعض الناس بتعتقد حتى وده حك سؤال كويس قوي ان الفيتامينز نفسها هتزود لها حجم البيبي، وده كمان اللي بيكبر حجم البيبي، وممكن ده يزود نسبه حدوث الولاده القيصريه. بس هي لازم تاخد حديد ولازم تاخد كالسيوم، ما ينفعش تبطلهم في الحمل، لازم تاخدهم ولازم تاكل كويس جدا. لا لا مفيش حاجه اسمها كده خالص. تمام. طيب الفيديو بقى جاهز معانا ننزل بيه. فيديو. بص حضرتك ده احنا هنا بنعمل حضرتك الحقن المجهري زي ما انت شايف حضرتك، هو الاله دي البيبات دي حضرتك زي الانبوبه الرفيعه جدا دي، الانبوبه دي حضرتك احنا بنسحب بيها الحيوانات المنويه، واخد بال حضرتك، هو كده بيختار الحيوان المنوي وبيسحبه، واخد بال حضرتك. اللي بعد ما بيسحب الحيوان المنوي بياخد الحاجات دي البويضه اللي انت شايفها دي، شايف حضرتك قدامك البويضه؟ البويضه واضحه، واخد بال حضرتك واضحه، هو بيسند البويضه هنا واخد بال حضرتك اهو زي ما انت شايف بيسندها،
وبعدين بالابره الرفيعه جدا واخد بال حضرتك هو كده ماسك البيضه هو شايفها وبيخش بالابره دي واخد بالك يحقن الحيوان المنوي جوه البيضه جوه البيضه واخد بال حضرتك هو شايف بيخش ازاي وداخل جوه البيضه نفسها وده اول حيوان داخل هو شايف ازاي ايوه هيخش جوه حضرتك البيضه نفسها هيدخل الحيوان المنوي وبعدين يقوم ساحب نفسه خلاص تمام انت خلاص كده البيضه دي اتلقحت وانت بتسيبها عليك وده منظر الحيوانات المنويه الطبيعيه وهي بتجري واخد بالك وبعدين انت برضو بتسحب هنا كل يعني عمال ايه هي دي الشغل بتاعنا في الاكزي بالظبط ده يعني التقنيه بتاعه الحقن المجاري عشان نوضحها للناس والناس تبقى فاهمه قد ايه التقنيه دي حديثه وقد ايه مطوره وقد ايه بتحتاج خبره واخد بالك يعني مش اي حد طبعا يعمل الكلام ده خالص يعني وانت بتدخل برضو الحيوانات المنويه اهي شايف ازاي وبتلقح كل البيضات انت بتمسك بويضه بويضه تلقحها واخد بالك بآله كده عامله زي الانسان الالي كده شويه وبعدين حضرتك انت بعد البعض تسيبهم دي اهي البويضه شايف حاجه بتنقسم بقى. الانقسام بقى. الانقسام تحت الميكروسكوب طبعا الانقسام ده بيتم احنا ايه بيبقى عباره عن 2 4 8 6 يعني واخد بالك حضرتك كده تفضل بقى تنقسم البويضات دي زي ما احنا شايفين ودي تعتبر الاجنه بتاعتنا المستقبليه بتاخد حضرتك الاجنه المستقبليه دي بعد ما تنقسم على حسب انت بتنقل في انهي درجه او في انهي يوم وبعدين حضرتك انت بتاخدها دي اسمها بلاستومير نوع معين كده وبناخدها نحقنها جوه عن طريق حاجه اسمها امبري ترانسفير ان احنا بناخدها هي خلاص هي اتقسمت بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبناخدها حضرتك نلقحها جوه الرحم للزوجه باذن الله. طبعا ده بيعتمد بقى انت حضرتك عيب اهو يكون الجنين اهو واخد بال حضرتك الحمد لله وربنا يتم الحمل على خير. ان شاء الله ده بقى بيعتمد ده بتنقل ممكن تنقل جنين يعني 2 تنقل 1 تنقل 3 تنقل 4 على حسب عدد البويضات اللي عندك على حسب سن الام هل في قدره انجابيه بعد كده ولا لا. طبعا احنا هنتكلم يا دكتور عن طب ناخد مين؟ اتفضلي معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الو. اتفضلي يا فندم سامحيني كل سؤالك. ايوه يا دكتور انا عايز اسال الدكتور بس انا متجوزه بقالي سنه بالظبط بس قبل ما اتجوز انا متجوزه عندي 18 سنه. كنت قبل ما اتجوز الدوره بتجيلي 3 اشهر وثلاثه لا. تمام. فبعدين رحت كشفت بعد الفرح او بعد الدخله بثلاث اشهر بالظبط، فالدكتور اللي انا كشفت عنده قال لي ده انت عندك تكيس على المبايض. فعملت العمليه بعد ثلاث اشهر ربنا كرمنا بحمل. الحمد لله. كمل معايا شهرين اثنين والنبض بتاعه مش شغال، فنزلته، الدكتور اداني برشام كده خدته نزل، بعد كده ما فيش اي حمل. بقاله اربع اشهر دلوقتي، ما فيش حمل، رغم ان انا باخد ايه؟ كل شهر حوالي 6 ابر من اللي هي 55 مبشر زي يعني. تمام. بس ما فيش اي مش عارفه اعمل ايه. حاضر عينيا لحضرتك حاضر. في سؤال تاني يا استاذه؟ ربنا يخليك. تابعينا ان شاء الله كل يوم الساعه 9 11 اي سؤال دكتور احمد معانا على الهواء ان شاء الله. شكرا ليك. بسم الله الرحمن الرحيم هو حضرتك بالنسبه لها احنا يعني المفروض ان هي احنا بننتظر العلم بيقول انها المفروض تنتظر سنه بعد الزواج وبعدين تقوم بعمل ابحاث وتحاليل ليها وابحاث وتحاليل للزوج علشان انت حضرتك عشان تشخص تكيسات عن البدين بالموجات الصوتيه بس تصوري ان ده يعني اعتقاد خاطئ وان انت لازم تعمل التحاليل وتمشي زي الكتاب بالظبط واخد بال حضرتك وعلى حسب درجه التكيس انت بتختار نوع العلاج احنا بنبتدي عاده بعلاج دوائي منشطات للتبويض وبعدين حضرتك بتلجا في الاخر الى المنظار ان انت تشيل جزء من التكيسات المهم اللي حصل ان هي عملت العمليه دي بدري شويه بعد ثلاث شهور ونتج بعديها حمل. هو حضرتك هل الحمل نتج عن نتيجه العمليه ولا لا؟ الله اعلم. بالنسبه حضرتك ليها هي المفروض ان هي بتعمل تحاليل اف اس اتش تحاليل معينه تعملها ثاني او ثالث يوم في الدوره وتحليل ثاني بيشوف حاجه اسمها يعني نقدر نقول مخزون البويضات عندها قد ايه ولازم حضرتك تجيب تقرير المنظار علشان نشوفه وبعدين نقرر لها هل هي حضرتك هتمشي ونشوف خيط منشطات كام شهر انا ما اعرفش خيط منشطات تقول له واخده كتير قوي يعني في الفتره السابقه احنا عاده ما بنديش منشطات للتبويض اكتر من ست شهور اذروايز يبقى ده كلام يعني تو ماتش عليها اساسا وبعدين بنقرر لها هل هي هتحتاج تمشي طبيعي هل هتحتاج تعمل حقن مجاري هل هتحتاج تعمل حاجه ثانيه هل الموضوع ده مرتبط بوفاه الجنين اللي حصل لها ان هو النبض اختفى في شهرين ولا لا لازم نشوف التحاليل ولازم بتلبيها تحليل زياده بناء على كل التحليل هتعمل دي والكشف عليها نقدر نقول لها والله انت هتعملي العلاج الفلاني واحنا تحت امرها في اي حاجه في اي وقت ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور ناخد اسراء اهلا بيك يا اسراء. الو السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا المفروض اصلا البريت عندي كانت تيجي الشهر اللي فات جت يوم 5 والشهر ده هو بيقدم عندي 3 ايام.
يعني بيقدم كل شهر 3 ايام. تمام. فجيت معاه المفروض ينزل يوم 2، فراح عمل ابتدى نزل نقطه دم، وبعد كده ما فيش اي حاجه تاني، وفي افرازات كده غريبه نازله بس، ولحد النهارده ما جاش البريد. وجيت عملت النهارده تحليل اختبار الحمل في البيت، ما فيش حاجه، ما طلعش في حمل. فبس. طيب حاضر. في سؤال يا دكتور؟ لا لا. شكرا لك يا اسراء، تابعينا دلوقتي ودكتور هيجاوب عليك. شكرا لك. هو عدد بعض السيدات المنتظره حمل بالذات بتبقى مركزه جدا في نمط الدوره بتاعتها. بمعنى ان انت حضرتك مثلا لو الدوره اتغيرت في لونها، حتى لو اتغيرت في الايام بتاعتها، لو بدل ما تقعد 4 5 ايام قعدت يومين، بدل مش عارفه ما تنزل يومين نقطت نقطتين، بتعتقد ان ده ايه؟ مثلا حمل، او ان ده حمل ونزل او اي حاجه. لا، احنا عندنا هي قاعده طبيه واضحه جدا ان اذا الدوره ما جاتش خالص، يعني انت الدوره المفروض تيجي اليومين دول ما جاتش خالص، وبعدين فات اسبوع مثلا وما نزلتش، يبقى انت حامل حتى يثبت عكس ذلك. لكن ان الدوره اتاخرت يومين وبعدين نزلت، او يوم ونزلت، او نقطت 3 4 نقط وبعدين نزلت يوم، او حصل تغيير في النمط شهر كده ولا حاجه، دي ما فيهاش اي مشكله خالص ولا اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي هي لو ممكن تعملها انها تعمل موجات صوتيه عشان تطمن حضرتك اذا كان مثلا بطانه الرحم سليمه، المبايض فيها اي حاجه، غير كده ما تعملش. اذا كانت هي منتظره حمل ممكن نلجا الى اجراء بعض التحاليل الطبيه لمعرفه حضرتك الكفاءه بتاعت المبيض بس. تمام. طب دكتور جاني اس ام اس، حد انا دكتور عادل اصور الشاشه كنترول بلغني انا عندي رحم ذو قرنين، حد بيقول عندي رحم ذو قرنين وحامل في الشهر الثامن ودايما بحس بألم فظيع، ايه الحل؟ ما هو حضرتك الرحم ذو القرنين ده حك هو بيخلي الحوره الرحميه صغيره، وده بيعتبر رحم طارد للجنين، وما اعرفش يعمل عمليه ربط عنق رحم ولا، واخد بال حضرتك، وهل الحاله تستدعي اجراء ذلك ولا، ولكن هي بتمشي على مثبتات الحمل وبتاخد ادويه لتهدئه عضله الرحم ولتثبيت الحمل، ولازم تاخد حقن منشطه للرئه بتاعت الجنين تحسبا ان ممكن تخش في ولاده مبكره شويه وراحه تامه، وبعدين حضرتك بتعمل تحاليل معينه تشوف اذا كان في مثلا التهابات مصاحبه ولا في الجهاز التناسلي، وبعض التحاليل الاخرى اذا كانت حضرتك عندها اي حاجه ثانيه ممكن تحفز يعني الرحم للولاده البدري او مبكره شويه، وبعدين حضرتك ان شاء الله بتتثبت وترتاح خالص وتاخد العلاج بتاعها، واذا ربنا اكرمها ان شاء الله وتخش الشهر التاسع خلاص يبقى دخلت شهرها وتولد اي وقت باذن الله، يعني ان شاء الله. ربنا يكملك على خير ان شاء الله. دكتور جاني اس ام اس على الكنترول بيقول انا عملت حقن مجاري ولكن فشلت، ولا يوجد عندي موانع حمل، وكل مشكلتي وجود رحمين، وقيل لي انه لا يسبب تاخير الحمل، فما سبب تاخير الحمل وفشل الحقن؟ مع العلم انه حدث لي حمل مرتين وحدث موت الجنين في المرتين، ولا نعلم السبب. هو حضرتك اذا كان عندها رحمين منفصلين تماما، ده بيعتمد على حجم الرحمين، هل هم رحمين منفصلين ولكن هم الحجم بتاعهم طبيعي، ولا حجم واحد كبير واحد صغير، ولا هي عندها رودمنتري هول مثلا في رحم ومع حته ثانيه صغيره جنبه. ده طبعا ده بيعتمد على الصوره بتاعت الموجات الصوتيه اللي هي عملتها قبل كده، واخد بال حضرتك. الحاجه الثانيه حضرتك هو بالنسبه للرحمين احنا شفنا حالات يعني سيدات والدين طبيعي بالاربع والخمس اطفال، وبعدين جت بعد كده لعمليات جراحيه ثانيه لها علاقه بامراض النساء واكتشف انها عندها رحمين. طيب نتوقف على النقطه دي يا دكتور ونرجع نجمل بعد ما ناخد ايناس عشان ما نطولش عليها. ايناس السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك يا ايناس. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله يا فندم. اموري يا فندم. معلش والله عندي سؤال بعد اذنك. اتفضلي ثوانينك. انا ليا اختي عندها 13 سنه جات لها الدوره مره واحده بس، وبعد كده 4 اشهر ما نزلتش خالص، وجسمها ضعيف، جسمها ضعيف جدا. بس كده؟ لا بس كده. شكرا يا دكتور. طيب شكرا يا ايناس. بص هيك احنا بالنسبه للانسات الصغيرين اذا الدوره جت لها عند سن، احنا عشان نقول ان الدوره اتاخرت بننتظر على سن حضرتك من 14 ل 16 سنه. اذا جت عند سن 14 سنه وظهر عليها علامات الانوثه وبدون دوره لسه، ولسه ما جتش الدوره بس ظهر علامات، يعني كبرت كده البنت ونضجت شويه وظهرت علامات معينه بالنسبه للثدي وحاجات ثانيه، ما بنقلقش، واخد بالك، ما فيش مشكله خالص. واذا وصلت لسن 16 سنه والدوره جت خلاص ما فيش مشكلة خالص. إذا الدورة جت عند سن 13 سنة وابتدى يظهر ليها علامات الأنوثة، مش إذا الدورة انتظمت، يعني في الفترة بين 13 ل 16 بنقول للأم ما تستغربيش، ممكن الدورة تيجي وتغيب وتنزل، وبعد ده في ناس حتى تنزلها بنزيف، وناس تتأخر وناس تتلخبط، يعني في أول سنتين ثلاثة ما بتبقاش لسه الدنيا منتظمة قوي بالنسبة للبنات الصغيرين، واخد بالك؟ ما نقلقش طالما إن في علامات أنوثة ظاهرة
والبنت نضجت وكل حاجه كويسه. اللي هي تقدر تعمله علشان بس تطمن على بنتها انها حضرتك بس تعمل لها تحليل مثلا معين لحاجه زي صوره الدم، يكون عندها البنت عندها انيميا او فقر دم ولا حاجه، وتعمل تحليل هرمونات عشان تطمن الدنيا ماشيه كويسه. غير كده تصبر وتستنى وتعمل يعني اذا كانت حابه تطمن زياده قوي تعمل وجات صوتيه من على البطن انها انسه للاطمئنان لاكثر، لكن اطمنها تماما اطمني خالص مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله مفيش اي حاجه. شكرا لك يا ناس اهتمامك باختك. وناخد شيماء. اهلا بيك يا شيماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا شيماء. لو سمحت يا دكتور، انا كنت حامل في توأم ومن ثاني شهر حصل لي نزيف واخدت مسبب. معلش اتصل تاني. حاولي تكلمينا مره ثانيه يا شيماء، اسفين على الانقطاع. طب دكتور، في اس ام اس جت بتقول انا امراه متزوجه منذ سنه تقريبا، عمري 25 سنه ولم يحدث حمل حتى الان، ولقد اجريت انا وزوجي جميع الفحوصات وكل شيء سليم والحمد لله ودورته منتظمه، وقد اخذت ابر منشطه وبلا فائده. سؤالي هو هل هناك حل اخر، وكيف يتم التعشيش في الرحم بعد كل يوم من التبويض، وهل الجماع كل يوم يؤثر على انتاج الحيوانات المنويه؟ هو حضرتك اذا مر سنه كامله على الزواج وما حصلش حمل يبقى احنا عندنا سبب رئيسي علمي 100% مؤخر الحمل. اذا كان السبب ده ما ظهرش في التحاليل والاشعاعات اللي هي عملتها، ننصح انها تعمل حاجه اسمها منظار لازم. لانها ممكن يكون عندها اندوميتريوز اللي بنسميها جربتانه رحم، يكون في اي اسباب اخرى مش ظاهره، والمنظار ده تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. وده ستاب يعني خطوه اساسيه في حالتها. لازم تعمل منظار لانها لازم تعرف ايه السبب اللي مؤخر الحمل. اللي هو كنا بيسموه يعني في بعض يعني الكتب بتسميه unexplained infertility، يعني تاخر حمل بدون سبب واضح، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه للشق الثاني من السؤال انها بتقول انها عندها بيتم علاقه زوجيه يوميه، ده شيء يعني انا لا انصح به خالص، لان هو حضرتك الحملات المنويه يعني حضرتك بتتكون يعني طبعا هنا ممكن تفقد كفائتها يعني نتيجه الممارسه الزايده يعني، واخد بال حضرتك؟ وننصح اذا كانت هي عايزه حمله، وطبعا بنحدد لهم ايام التبويض واخد بال حضرتك، وممكن يحصل تركيز في هذه الايام وخلاص. تمام. لكن يعني التكتير طبعا ده غلط يعني. جميل. ابلغ من العمر 25 سنه وغير متزوجه، وزني 77 كيلو، اعاني من اضطراب في الدوره الشهريه، اجريت فحص على الرحم والمبايض فكانت النتيجه وجود تكيسات صغيره في بطانه الرحم، واكد الدكتور عدم خطورتها، واجريت فحص على نسبه هرمون البريكسترون والحليب فكانت نسبة هرمون الحليب طبيعية، في حين نسبة هرمون البرجسترون 8/10، فهل هذا يسبب مشاكل فيما بعد؟ هو حضرتك هي نشرح لها بس، هي التكيسات بتبقى في المبايض وليست في الرحم، واخد بال حضرتك؟ فإذا كان هي كشفت وعملت هرمون زي البروجستيرون وعملت هرمون زي البرولاكتين ده لا يكفي، لابد من إجراء تحاليل محددة بتتعمل في تاني أو تالت يوم في الدورة عشان تشخص أو تنفي حضرتك وجود تكيسات، وتقول درجة التكيس في المبيض عندها قد إيه، وهي دي اللي مسببة لها اضطراب في الدورة، واخد بال حضرتك؟ على حسب التحليل اللي هتطلع نقدر نحدد لها هي محتاجة دواء منظم للدورة ولا مش محتاجة، وعلى حسب وزنها ده بيعتمد على حسب طولها علشان نحسب لها حاجة اسمها البي إم آي اللي هي البودي ماس إندكس، هل هي زيادة في الوزن ولا مفيش زيادة؟ تتصل بينا واحنا تحت امرها في اي حاجه ان شاء الله. تمام يا دكتور. في حد يا دكتور يعاني من مشكله منذ فتره طويله انقطاع الدوره الشهريه، مع العلم اني لست متزوجه، وجربت تحليل واشعه على الرحم والمبايض فكان كل شيء طبيعي والحمد لله، والهرمونات ايضا سليمه، فلا اعرف ما سبب في انقطاع الدوره الشهريه. يعني انقطعت عندها خالص؟ يعاني من منذ فتره طويله. لا، في حاجه اسمها انقطاع مبكر في الدوره الشهريه، ده مسيب فشل مبكر في وظائف المبيض، واخد بالك؟ ده نتيجة حضرتك ان بيحصل ان بتعمل تحليل هرمونات والتحليل بتبين لك ان المبايض يعني خلاص كده ما بتشتغلش، واخد بالك؟ لكن اذا عملت هي التحليل بتاعتها وتحليلها سليمة ما فيهاش مشكلة خالص، وعملت موجات صوتية سليمة ما فيهاش مشكلة خالص، ممكن ان احنا ننصحها انها في اشعة معينة بتعمل، الاشعة دي بتقيس تدفق الدم اللي وصل المبايض سليم ولا مش سليم. اذا كانت كل حاجة سليمة كل هي بتعمله انها بتاخد دواء ينظم لها الدورة الشهرية بتاعتها، وبعد ما بيحصل الزواج ممكن تحتاج منشط للتبويض للحمل بس، لكن ما فيش مشكلة ان شاء الله يعني. طيب دكتور، في حد بعت سؤال ايضا بيقول دكتور هل كثره تعاطي الابر المنشطه تكون سرطان في المبيض؟ لانني اتعاطاها من السنه الماضيه وحتى الان ولكن ليست متواصله، وشهر سبتمبر تكون لي كيس ماء من هذه الابر، ووقفت العلاج وذهب بعد فتره لعمل تحليل والنتيجه ان جميع تحاليل الهرمونات سليمه الحمد لله. هو حضرتك في كلام اتقال ان بعض التنشيط التبويض ده بصوره يعني مكثفه جدا له علاقه ببعض الاورام، واخد بال حضرتك؟ وليس كل الاورام. ولكن ده حضرتك هذا الكلام يعني في ناس قالت وفي ناس قالت لا، يعني ما هوش كلام ملزم يعني.
النقطة الثانية حضرتك ان انت لما بتدي مناشط للتبويض زي ما قلنا قبل كده احنا بتدي 6 شهور حصل حمل ما حصلش تلجأ الى اجراء ايه المنظار، حصل حمل حصل ما حصلش تلجأ الى اجراء حقن مجهري. وبعدين هي حضرتك انت لو ببساطة كده عشان نبسط الناس ونطمنها، انت النهاردة عملت حقن مجهري هتعمليه كم مرة يعني؟ الناس اقصى حاجة بتعمل ايه؟ 2 أو 3 واخد بال حضرتك؟ ان انت لو حسبت ان حصل نجاح في 2 وجابت مثلا توأم في توأم عندها 4 أولاد وما شفناش حد بيعمل حقن مجهري اكتر من 3 مرات يعني، فما تقلقش خالص يعني ان شاء الله خير. ام يوسف ايوه السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام وطبعا لو سمحت اكلم الدكتور احمد بعد اذنك. اتفضلي معاكي. اتفضلي يا فندم. اي يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك، انا كنت حامل من 3 شهور وحصل لي اجهاض في الشهر الرابع تمام، ولحد دلوقتي ما حملتش، رحت لكذا دكتور فقالوا لي عندي التهابات شديده حصلت، عملت قرحه وبعد كده عملت القرحه وليها 2 شهر كده وبرده ما حصلش حمل، عملت تحليل البرولاكتين قال لي الحمد لله ما فيش عندك لبن ولا حاجه والتحليل مظبوط، بس المشكله جوزي بيجي، هو جوزي مسافر بيجي كل 2 دورتين يعني بيجي يقعد قد ايه يعني؟ اه بيجي يقعد قد ايه؟ اجازته قد ايه؟ بعد اسبوع. اسبوع في السنه ولا بيجي قد ايه؟ اسبوع في السنه يا فندم ولا اسبوع كل شهر؟ لا اسبوع كل 40 يوم كل دورتين بيجي اسبوع. اه تمام. في سؤال يا دكتور تاني؟ لا شكرا. طب شكرا ليك يا ام يوسف وان شاء الله دكتور احمد هيجاوب عليك. اتفضل يا دكتور. هو حضرتك بالنسبه للمدام احنا بنشرح نقول لها ان هي اعتقد انها يعني احنا بص حضرتك في مجموعه كده من التحاليل الاشعات لازم تتعمل دي اساسيه لتشخيص سبب تاخر الحمل. هي عملت جزء لكن هي ما عملتش كل حاجه، يعني هي لازم تعمل حاجه بعض التحاليل الاخرى تتعمل في تحديدا في اوقات معينه من الدوره الشهريه، ولازم تعمل اشعه معينه، اشعه دي على الرحم عشان تبين قناه فالوب سليمه ولا مش سليمه، وهل عملت موجات صوتيه مثلا ثلاثيه ابعاد ما عملتش الله اعلم. كل ده اهم حاجه انك تشخص ايه السبب اللي مأخر لها الحمل. كون ان الزوج بينزل اسبوع في كل 40 يوم هل الاسبوع ده بيصادف فتره التبويض ولا لا ما نعرفش. اه صح واخد بالك، وده صح. ممكن ده يكون مأخر لها فعلا يعني حدوث الحمل، فهو ممكن هي تمشي على تنشيط تبويض اذا كانت خايت او ما خايتش انا ما اعرفش، بس لازم نعمل اول التحاليل واحنا بنظبط لها حضرتك توقيت التبويض وبنقول للزوج والله احنا عايزينك في الايام دي، اذا قدر يوفق نفسه يجي في الفتره اللي فيها التبويض هيحصل حمل، اذا ما قدرش يوفق نفسه في الفتره اللي فيها التبويض يعني هو لو جاي وقت الدوره او جه قبليها على طول او بعديها على طول ما دي الفتره ما فيهاش تبويض اصلا، فهيجي يعني اهلا بيه طبعا بس يعني ده مش علاقه بالحمل، مش هنتظر حمل يعني. جميل يا دكتور. طب دكتور عشان الوقت بيجري بيا عاوز اعرف حضرتك مستشفى جنه واستقبال مستشفى جنة لحالات الحقن المجهري وكمان تحديد جنس الجنين، اولا دكتور لما بيجي لك حد مستشفى جنة وعاوز يعرف هيعمل ايه وعاوز يحدد جنس الجنين، هل بيبقى فيه شروط موجودة في الزوج والزوجة عشان خاطر حضرتك تنتقل بيهم للحقن المجهري؟ هو حضرتك احنا طبعا الحالات اللي بتيجي عامل عشان تعمل حقن مجهري هي بتجيلنا الاول علشان نحدد هل هي محتاجة فعلا ولا لا، لكن بعد ممكن الحالات تيجي ما تبقاش محتاجة يعني مثلا بتكون لسه ما استكملتش كل الابحاث بتاعتها، ما عملتش مثلا حاجات معينه، احنا بنعمل لها كل الكلام ده خالص وكل حاجه التقنيات الحديثه موجوده حتى الفرع الجديد هو في المهندسين ده فيه كل التقنيات الحديثه تماما واخد بالك حضرتك، وحتى لما انا هتروح هتكتشف ان الدنيا مختلفه يعني واخد بالك عن بعض المراكز الاخرى الحمد لله بفضل الله. زي ما قلت لحضرتك قبل كده في الحلقه السابقه ان الناس حتى المشرفه على هذا المكان هي يعني الحمد لله على درجه كبيره من العلم واخد بالك حضرتك، وهي عايزه احنا الهدف كله تقديم خدمه للناس يعني انت وهو ده يعني اعتقدنا ان احنا انت يعني انت موجود في الدنيا ليه؟ علشان تخدم الناس. صح. يعني ده الفرق بينك وبين اي حد تاني. اذا كنت انت نافع للناس فانت خير الناس يعني انت بتعمل حاجه تنفع بيها الناس اهلا وسهلا. بتعمل حاجه ما تنفعش بيها الناس يبقى انت ما انتش صالح يعني. ان لم تزد شيئا على الدنيا كنت انت زائدا عليها. بالظبط يعني صح. لازم انت تبقى نافع بتعمل حاجه تنفع بيها الناس. فده التصور بتاعنا وده اعتقادنا حضرتك في موضوع في حياتنا وفي جنه ان شاء الله. فاحنا حضرتك بنقدم حاجه تنفع الناس، حاجه حضرتك مبنيه على اساس علمي سليم، وده مهم جدا انك تبني الشغل بتاعك على اساس على دليل علمي وان انت يعني حضرتك شغال بصوره علميه سليمه بحته. حتى اذا حضرتك ما نجحتش يعني افرض هل احنا النجاح عندنا 100%؟ مفيش حد ناجح 100%، مستحيل في مركز اطفال مين ناجح 100%، انت نسبه نجاحك بتبقى مقاربه او شبيهه للنسب النجاح في المراكز الموجوده في الدول الثانيه اللي ماشيه برضه على اسس علميه سليمه، يبقى انت ماشي مظبوط واخد بال حضرتك. فاذا نجحت الحاله يبقى انت ماشي مظبوط، ما نجحتش الحاله برضه انت كنت ماشي ايه مظبوط، لكن النجاح ده برضه على مين؟ سبحان الله، الله على ربنا يعني فاهم، كل حاجه على الله يعني. فاذا نجحت الحمد لله، وتيجي حضرتك الحاله احنا بنعمل كل حاجه فروم اي تو زد يعني من الالف لليه
عايزه حضرتك تحديد نوع الجنين موجود، عايزه حضرتك مثلا انت بيجي لك حالات عندها بعض الامراض الوراثيه، يعني مثلا في بعض الامراض الوراثيه منتقله، دي حاجه بتعمل برضو حقن مجاري وبتعمل لها حاجات معينه في الحقن المجاري بحيث انك تضمن عدم انتقال هذه الصفه الوراثيه للجنين اللي جاي، واخد بالك؟ فده انت بتوفر مشاكل كتيره جدا للزوج والزوجه، واخد بالك؟ برضو بعض الحاجات الحالات الصعبه، لكن احنا الحالات اللي بيجي لك مثلا اللي عندها مثلا عامل ذكوري، واخد بالك؟ عندنا اساتذه متخصصين في الذكوره بيتابعوا هذه الحالات على اساس ان انت تحسن من فرصة نجاح الحقن المجهري. بيجي لك بعض السيدات المشكلة بتقابلنا اللي هي لطيفة شوية زيادة الوزن. يعني واخد بالك حضرتك؟ يعني انت بيجي لك بعض السيدات الاوزان اللي هي الضخمة، يعني بتقول لك انا رحت هنا ومش عارف. لا، احنا بنقول للناس برضو فرصة يا جماعة، اللي عايز تعمل حقن مجهري، اللي عايزة تحمل، لابد من ان الوزن يكون في رعاية في الوزن شوية. يعني مثلا ما يجي لك حالة وزنها مثلا 130 كيلو، دي فرصة نجاح الحقن المجهري طبعا اقل شوية من نجاح الحاله وزنها 70 80 كيلو. لانها بتاخد حقن تنشيط وانا حتى بقول لها، بقول لها انت ما تيجي تحملي وزنك 70 غير لما تحملي وزنك 100 كيلو 120 كيلو. كمان بروتوكول الدواء دكتور على اساس الوزن كمان. داخل فيه عامل الوزن وداخل فيه حاجات كتير جدا، واخد بالك؟ وكل الحاجه دي موجوده، كل الاساسيات والتقنيات موجوده والناس مرحب بيها في اي وقت، واخد بال حضرتك؟ وهيلاقوا يعني ان في يعني انا بقول لك ايه، يعني اسس علميه وانضباط تام في الشغل. يعني يا دكتور سواء زوج او زوجه جوهم مستشفى جنه، شرفهم مستشفى جنه، سواء لو كان في مشاكل متعلقه بالزوج في دكاتره امراض ذكوره يقدروا يتعاملوا معاهم، سواء كانت الزوجه في دكاتره طبعا النساء والتوليد زي ما حضراتكم موجودين بتقدروا تتعاملوا مع المشكله، حتى في النهايه يدخلوا مستشفى اثنين يطلعوا ثلاثه، يطلعوا ثلاثه يطلعوا اربعه زي ما ربنا سهل. ان شاء الله يا دكتور. طيب كمان يا دكتور بالنسبه لحضرتك في العياده الشخصيه، هل حضرتك برضو في امكانيات ان تستقبل حالات تحديد جنس الجنين والتعامل مع الموضوع ده وازاي بتوفرها برضو؟ احنا بنوفر لهم كل الشغل الموجود، واخد بالك؟ بقى الاجهزه الحديثه كلها المطوره والمواجهات الصوتيه رباعيه الابعاد، واهم حاجه زي ما حضرتك الاسس العلميه والانضباط في العمل، ده مهم جدا بحيث ان الناس تحس ان هي بتاخد نقدر نقول يعني خدمه حضرتك مميزه عن الاماكن الاخرى. في نفس الوقت حضرتك احنا بالنسبه لشغل الامراض النساء احنا حضرتك دلوقتي بنوفر كمان للسيدات بالنسبه لحالات مثلا الفحص امراض النساء تقنيه حديثه، التقنيه دي حضرتك بتقدر انها تصور لها الجهاز اللي نقول عنق الرحم اذا كان مثلا في قرحه في عنق الرحم، اذا كان في التهابات، اذا كان مثلا في لحميه، اذا كانت هتركب مثلا وسيله منع حمل، احنا بالتقنيه الحديثه دي احنا بنصور لها كل حاجه وبتشوف معانا وهي على الترابيزه الكشف، ودي تقنيه الحمد لله موجوده، هي بتقدر تشوف عنق الرحم، تقدر تشوف اللولب هو بيتركب، تقدر تشوف مثلا اذا كانت شيء بتشيله، اذا كان حضرتك في التهابات، كل ده هي شايفاه معانا، واخد بالك؟ على السكرين على المونيتور بتاعنا بكاميرات معينه، وبتقدر انها تقدر انها تتابع الحاله نفسها. لان يهمك جدا ان العين، انت مثلا في كشف النساء العادي العينه بتكشف كده تقول لها والله انت عندك مثلا التهابات وتقوم. لا، احنا بنوريها كل حاجه وبتشوف، واخد بال حضرتك؟ وبنديها حتى ممكن صور او مثلا سي دي لكل حاله، بحيث كشفت عندك بعد كده يبقى الحاله مثبته، كشفت راحت سافرت راحت اي حته من حقها انها تعرض الحاله بتاعتها على بعض الناس. طيب ناخد همت اخر اتصال معانا. همت همت صوت قطع. طيب حاولي يا همت تكلمينا مره ثانيه. وكمان مشاهدينا الكرام انا عارف ان في ضغط في الكنترول، لكن حابب يعني نستوعب اكبر معلومات من دكتور احمد مجدي. احب اتواصل بقى مع دكتور احمد شخصيا بعد الحلقه. ارقام دكتور احمد بتقدر تتابع اثناء الحلقه على الشاشه. كل اللي عنده استفسار كلم دكتور احمد. كمان احنا موجودين معاكم كل يوم سبت الساعه 11 صباحا على قناه الصحه والجمال. اللي عنده استفسار ويتابعنا كل اسبوع كمان دكتور احمد معانا بيرحب بكل التساؤلات. طب دكتور قبل ما اختم مع حضرتك اجمالا بقى لموضوع الحقن المجهري، مين اللي يعمل الحقن المجهري سواء زوج او زوجه، مين اللي يعمله وفوائد حقن المجهري وايه نسب نجاحه في مصر؟ هو حضرتك بالنسبه لي اسباب طبعا، هو احنا الاساس الشغل هي السيدات اللي عندها مشكله في قناه فالوب. يعني في انسداد في القناتين، ما فيش في مشاكل جامده جدا، اذا كان عندها مثلا مشكله تكاثرات على المبايض وعملت حضرتك مثلا تنشيط فتره طويله وفشل هذا التنشيط، بنقول لها والله احنا خلاص ما يعني استنفذنا كل القوة واحنا لازم نلجا للحقن المجهري. ولكن بعضه بالنسبه للذكور، اذا كان حضرتك انت عملت تحليل للزوج لقيت فيه نسبه ضعف جامده جدا، او ان انت حضرتك مثلا في بعض الازواج بيجي يعمل تحليل تلاقي مثلا عنده حاجه اسمها ازوسبرمي، ما عندوش حيوانات منويه خالص، فاضطريت انك تاخد عينه من الجهاز التناسلي الذكري من الخصيتين، واكتشفت ان في حضرتك امهات الخلايا موجوده، او بعض يعني لقيت فيه امكانيه ان عنده قدره على انتاج حيوانات منويه، بتلجا هنا الى اجراء الحقن المجهري. في جميع الاحوال ان نسبه النجاح اللي هي حضرتك مثلا
المتوسطة في حدود حاجة و50%، واخد بال حضرتك، ودي نسبة كويسة جدا 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 من المقارنة ببداية الشغل من سنين طويلة. فدي بالنسبة لي حضرتك التقنية، وبالنسبة لي نسب النجاح. ونتمنى للناس اللي هي حضرتك عندها مشاكل انها حضرتك ما تقعدش تلف كتير. انت بيجيلك الحاجات بتقعد 5 سنين و6 سنين وهنا وتبتدي من انت عارفة احنا بنقول للناس اول العلاج اهو، العلاج بنمشي عليه بطريقة الفلانية، هنمشي في خطوات محددة، هنقعد سنة مثلا او 6 أشهر أو 8 أشهر حسب الحالة، واخر بدايته كذا ونهايته كذا وتكلفته كذا. يعني احنا يهمنا جدا ان الناس تبقى فاهمة، وهو عهد جديد ان شاء الله، ويعني احنا يعني عندنا امل كبير يعني ان الدنيا تتغير في مصر، ان حضرتك احنا عايزين الناس تبقى فاهمة وعلى وضوح تام، احنا والله مشكلتنا كذا هنحلها بطريقة الفلانية، نسبة نجاحنا كذا، هنشتغل كلنا مع بعض بالطريقة الفلانية وهنوصل للنتيجة دي بإذن الله إن شاء الله. طبعا دكتور يعني أبر عن جدا عن جدا في أمراض النساء والتوليد، يمكن جد حضرتك دكتور هو المعالج لأسرة الرئيس الراحل لأنور السادات. مشاهدينا الكرام دايما معاكم كل يوم سبت مع نبغة في نساء والتوليد، دكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني. بشكرك يا دكتور وجودك معانا ودايما منورني في قناة الصحة والجمال وبرنامج حضرتك صحتك أمانة. مشاهدينا الكرام على مدار الاسبوع هنستنى كل استفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك صحتك امانه مع دكتور احمد مجدي، دي الصفحه اللي انا بديرها شخصيا. كمان دكتور احمد مجدي له صفحه احمد مجدي كلينيك، كل اللي بعت له اسئله هو بيرد ساعتها على طول. كمان ارقام دكتور احمد كانت موجوده معاكم على مدار الاسبوع، كلموه اسالوه على كل اللي نفسكم فيه ودكتور احمد بيجاوب عليه. في النهايه بقول لما تدور على صحبه ولما وكلام القلب ومعلومه مهمه تابعونا في صحتك امانه، احلى برنامج ضد الامه. تحياتي احمد الشاعر وشكرا لفريق العمل، السلام عليكم.